عقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم جلسة مباحثات مع معالي السيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الروسي لمملكة البحرين. نعم، وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات وتدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بما يلبي الطموحات والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما بحث الجانبان الأوضاع السياسية والأمنية والإقليمية والدولية وآخر التطورات الأوضاع في منطقة الشرق المتوسط ومستجدات الوضع في أوكرانيا. وقد عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا نادل فيه سعادة الوزير ببيان صحفي أوضح فيه أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم استقبل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معالي السيد سيرجي لافروف الذي نقل إلى جلالته تحيات وتقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام النماء والازدهار. وقال سعادة وزير الخارجية إن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ووزير الخارجية الروسي بحثا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع والتحديات الإقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص الوضع في أوكرانيا، حيث أكد جلالة الملك المعظم على أهمية حل الصراع في أوكرانيا بما يحقق مصالح البلدين الجارين وأمن واستقرار القارة الأوروبية وعلى الأمن والسلم الدولي وضرورة اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع وتضمن الأمن والسلم لكافة الأطراف وتحفظ حياة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للاجئين والنازحين. وأضاف أن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الصداقة التاريخية مع روسيا الاتحادية وحرصها على تنمية مختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وقال سعادة وزير الخارجية أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله استقبل معالي السيد سيرجي لافروف وبحث مع معاليه علاقات التعاون المشترك وفرص تنمية وتطوير التعاون الثنائي بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ومستجدات الوضع في أوكرانيا والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية. وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة الجهود لاستكشاف مجالات تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري وتطوير التعاون المشترك. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك بما في ذلك القضية الفلسطينية واليمن وسوريا والأمن الإقليمي والملف النووي الإيراني. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني أن أرحب بمعالي الصديق الوزير سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية في مملكة البحرين ونعرضه عن اعتزازنا بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين بلدينا الصديقين والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المشترك لكل ما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين. لقد استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معالي السيد سيرجي لافروف الذي نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام النماء والازدهار. وبحث جلالة الملك المعظم ووزير الخارجية الروسي مستجدات الأوضاع والتحديات الإقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص الوضع في أوكرانيا، حيث أكد جلالة الملك المعظم على أهمية حل الصراع في أوكرانيا بما يحقق مصالح البلدين الجارين وأمن واستقرار القارة الأوروبية وعلى الأمن والسلم الدولي وضرورة اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع وتضمن الأمن والسلم لكافة الأطراف وتحفظ حياة المدنيين
وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للاجئين والنازحين. وأعرب جلالة الملك المعظم خلال اللقاء عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الصداقة التاريخية مع روسيا الاتحادية، وحرصها على تنمية مختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معالي السيد سيرجي لافروف، وبحث مع معاليه علاقات التعاون المشترك وفرص تنمية وتطوير التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ومستجدات الوقف في أوكرانيا والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية. وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة الجهود لاستكشاف مجالات تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري وتطوير التعاون المشترك. كما عقدت مع معالي الوزير جلسة مباحثات تدارسنا فيها مسار علاقات التعاون الثنائي بين بلدينا وسبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مجالات أشمل، وأكدنا على أهمية توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تنمية المصالح المتبادلة. كما استعرضنا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضية الفلسطينية واليمن وسوريا والأمن الإقليمي والملف النووي الإيراني. وأكدنا على أهمية مواصلة الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص تجاه الدفع بالعملية السلمية في الشرق الأوسط لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. كما تباحثنا في تطورات الوضع في أوكرانيا ومستجدات الجهود الهادفة إلى مواصلة المفاوضات الثنائية بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتسوية سياسية تنهي النزاع وتعيد الأمن والسلم إلى القارة الأوروبية. وأكدت على موقف مملكة البحرين الداعي إلى الحلول الدبلوماسية واستئناف المفاوضات بين الطرفين، ولا ضرورة إحلال الأمن والاستقرار والسلام الدائم والشامل في أوكرانيا والقارة الأوروبية لتحقيق النماء والازدهار لصالح شعوبها، وضرورة فتح الممرات الآمنة للمدنيين وتوفير الحماية لهم وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للاجئين والنازحين. مرة أخرى أرحب بمعالي الوزير سيرجي لافروف وأشكر له اهتمامه بدعم وتعزيز علاقات الصداقة الوثيقة بين بلدينا وشعبينا الصديقين، متمنيا له التوفيق والسداد. أريد أن أعبر لزميلي البحريني عن شكري على حفاوة الاستقبال وعلى حسن التنظيم، وأود أن أركز على اللقاء الذي جرى مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المعظم، حيث ناقشنا جدول الأعمال الاستراتيجي وعلاقاتنا المبنية على التواصل الذي جرى مسبقا بين فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وجلالة الملك، وأيضا خلال المحادثة الهاتفية في شهر مارس التي جرت بين قائدينا والتي ناقشت العلاقة بين البلدين ومستجدات الأوضاع على مستوى المنطقة والعالم. وكان لنا لقاء مثمر مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، بالإضافة إلى لقاء مع نظيري سعادة وزير الخارجية استكمالا للقائنا في موسكو، حيث كان النقاش بيننا مفتوحا وصريحا، وإن النقاش المتواصل يثبت نيتنا في تطوير علاقاتنا الثنائية، حيث ناقشنا أيضا العلاقات الاقتصادية التي تشهد نموا بين البلدين ونسعى لتنميتها أكثر تلبية لطموحاتنا المشتركة، ونتطلع لمزيد من التطور والمشاريع المستقبلية في قطاع المواصلات وغيرها من القطاعات. وقد اتفقنا على المشاركة في اللجنة الدولية حول التجارة العالمية، وسنستضيف في المنامة هذا الاجتماع. وقد عبرت لوزير الخارجية
عن ارتياحي وسروري بأن صندوق الاستثمارات الروسي وممتلكات في البحرين يعملان معا لتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة وتيرتها وحجمها بين البلدين، وهي خطوة مهمة ستؤدي إلى نتائج مثمرة، كما واتفقنا على تعزيز التفاعل والتواصل وتطويره بين الجانبين، وتطرقنا إلى العديد من المشاريع، وإن كلا الجانبين يقدران مستوى التعاون في مجال التعليم، حيث أن هناك مئات الطلاب البحرينيين الذين تلقوا تعليمهم في جمهورية روسيا الاتحادية، ونحن مستعدون لزيادة أعداد البعثات لأصدقائنا البحرينيين، ولدينا خططا رائعة على الجانب الثقافي. وعلى سبيل المثال اليوم الثقافي الروسي الذي سيعقد في المنامة، وهو منتدى ثقافي للحوار بالإضافة إلى مخطط المتحف والسينما الروسية وغيرها، وأنا على يقين أن هذه المبادرات ستكون في صالح تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين، كما اتفقنا على العديد من الإجراءات التي ستعزز من الإطار القانوني للعلاقات بيننا. كما ناقشنا أيضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث كان بيننا مشاورات حول العديد من المسائل، منها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وضرورة تسوية هذا النزاع بحيث لا يؤدي إلى مزيد من الضغوط في هذه المنطقة، لا سيما النزاع في القدس. وتطرقنا أيضا إلى إعادة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للإطار الدولي، ولدينا مبادرة سلام مدعومة من الجميع ومن بينهم الأمم المتحدة، وقد وجدنا أنه من الضروري أن يتم تعزيز العلاقات مع الدول العربية لخلق المناخ الملائم لإعادة إحياء هذه المفاوضات وتسوية النزاع. ولا شك أن ثمة مسألة تتعلق بالوحدة مع الفلسطينيين، حيث إن هناك فئة من الفلسطينيين تضع شروطا لتسوية النزاع بين البلدين، ولكن من المهم أن نتبع القرارات الأممية، ونؤكد احترام روسيا لهذه القرارات بما يصب في مصلحة التعاون مع دول المنطقة وتهيئة الأجواء لحل كافة النزاعات. كما ناقشنا أيضا مستقبل العلاقات بين البلدين والأزمة السورية، وأود هنا أن أشدد على ضرورة إيجاد حل يضمن مشاركة الشعب السوري فيه، ونحن نتابع الملف السوري مع دول مجلس التعاون الخليجي بما يضمن أمن واستقرار الدول العربية. وفيما يتعلق بإيران، فإن روسيا على تواصل دائم مع دول الخليج العربي، ونحن ماضون في التشاور تعزيزا للثقة بين كافة الأطراف بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وناقشنا أيضا مساعدة روسيا في حل مسألة البرنامج النووي الإيراني، ثمت بعض العقبات والمشاكل. الولايات المتحدة تريد إضافة بعض الشروط لتغير من المحتوى الأساسي للوثيقة التي وضعت بالاتفاق مع الأمم المتحدة، وبالتالي نحن نتفهم الرغبة بأن لا يكون هناك تناقضات في المحتوى الأساسي لهذه الاتفاقية، وندعم تسوية هذه المسألة. ولدينا مبادرة من جانب الأمم المتحدة، ونتمنى أن نستمر في التواصل لتحقيق هذه المبادرة. وتطرقنا أيضا إلى الموقف في أوكرانيا، وناقشنا الأوضاع الأمنية الحالية وتأمين الغذاء بالإضافة إلى الجهود الروسية. فقبل أكثر من شهر كنا نضمن حرية إيصال حبوب القمح الأوكرانية، وطالبنا أن تقوم أوكرانيا بإزالة الألغام من حدودها كونها تقوض الجهود الدولية لتحقيق الأمن، وهو أمر لا بد من لفت النظر إليه ومشاركته مع زملائنا في دول المنطقة. وقد ذكرت أن الجيش والبحرية سيساعدان في نقل السفن المحملة بالغذاء وإيصالها إلى مواقعها. كل هذه المبادرات تمت مناقشتها بشأن الأمن الغذائي، ونحن نحتاج إلى حل هذه المسألة، وقد ضمننا ذلك من جانبنا، لكن الدول الغربية هي التي خلقت مسائل شكلية، وهم يعارضون السفن الروسية ويقطعون الإمدادات اللوجستية. يجب عليهم أن يفكروا في الجوانب المهمة المتعلقة بالأمن الغذائي، وكل ذلك سيحل المسألة. عليهم
أن يحلوها من جانبهم. وبلا شك أن جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أبديا اهتماما بتحليلنا العام للوضع الراهن في القارة الأوروبية وعلى الصعيد الدولي، وأنا أتفهم أن أصدقائنا لديهم رؤية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وهي تساعد في النظر بعمق في هذه المسألة. وقد ناقشنا ما جرى قبل 50 عاما من خطوات لتوفير الأمن في القارة الأوروبية ومنطقة الأطلسي، وناقشنا أيضا النتائج التي تمخضت عن جهودنا والمبادرات التي تم تقديمها، وللأسف لم نتلقى ردة الفعل المناسبة والاهتمام المطلوب من الدول الغربية. هم يتعاملون مع ميثاق الأمم المتحدة وفقا لسيادتهم الخاصة وبشكل ديكتاتوري لا يتفق مع هذا الميثاق، ويجب على المجتمع الدولي النظر في هذا الشأن وحل المسألة بصورة عادلة وفقا للقانون الدولي الذي خرق من قبل زملائنا الغربيين، الذين يجب أن يكون تعاملهم مع المشاكل وفق سيادة القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويجب عليهم عدم اتخاذ قرارات بمنطق الوصاية على الآخرين، لأنهم يقوضون بذلك دور عدد من الدول منها الصين والهند وروسيا. ويجب أن لا يكون مفهوم النظام الدولي بتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في العالم. أعتقد أن هذا النقاش مهم ومفيد، ومن المهم أن يكون لدينا منصة متبادلة للآراء والأفكار لتعزيز الحوار المتبادل بيننا بدلا من تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وأود الإشارة هنا إلى حوار المنامة باعتباره منصة مهمة لتعزيز الحوار العالمي، وهو هدف تسعى إليه روسيا، ويجب أن يقدر موقف روسيا في هذا الجانب، مثلما يجب تقدير موقف البحرين وسعيها لإيجاد الحلول على مستوى عالمي. وشكراً.